طيب على الجانب الاخر فريق الترجي التونسي سيصل القاهره بسلامه الله باذن الله مساء يوم الأربع اللي جاي خلاص تم الاتفاق وتم الاختار في الساعات الاخيره مسؤول الترجي حددوا معاد وصولهم الى القاهره مساء يوم الاربعاء لخوض مباراه اياب نهائي دوري ابطال افريقيا امام النادي الاهلي يمكن في الايام الاخيره الترجي التونسي كان عمل عده اجتماعات لتحديد ميعاد وصوله وبالامس اخطر مسؤول النادي الاهلي ان هم هيصلوا القاهره باذن الله على متن ورحله خاصه الى القاهره مساء يوم الاربعاء عقب اداء تدريب صباحي في تونس يمكن فريق التراجع هيوصل الاربعاء بالليل هيتمرن يوم الخميس في احدى الملاعب الفرعيه يوم الجمعه على استاد القاهره يلعب المباراه مع النادي الاهلي يوم السبت وعلى فكره النادي الاهلي بيجهز استقبال خاص لفريق الترجي التونسي خلال وصوله لخوض مباريات الاياب وعايز اقول لكم يمكن في لجنه مشكله داخل النادي الاهلي بشان التحضير لترتيبات استقبال بعثه الترجي التونسي واللي هيكون على راسها رئيس نادي الترجي الشخص المحترم والجميل جدا والشخص البروفيشنال اللي بيدير نادي الترجي في السنوات الاخيره بشكل رائع جدا السيد حمدي المؤدب بالتاكيد ده هيكون في استقبال رائع جدا وبنسبه كبيره باذن الله هيكون الكابتن محمود الخطيب باذن الله على راس مستقبلي بعثه نادي الترجي التونسي مش عايز اتكلم على فكره المعامله بالمثل العلاقات الطيبه واللطيفه ما بين ادارتي الاهلي والترجي اكبر من فكره ان هيبقى في معامله بالمثل زي ما الترجي استقبل الاهلي هي الاهلي هيستقبل الترجي الامر مش ماشي كده خالص العلاقه ما بين الناديين على المستوى الرسمي او على المستوى الجماهيري اكبر من فكره لجان مشكله واستقبال رسمي هنا وهناك العلاقات طيبه جدا الاتصالات متبادله بين رئيس النادي الاهلي ورئيس نادي الترجي التونسي حتى على المستوى الاعلامي سواء هنا في مصر ما بين اعلامي النادي الاهلي مع الاعلاميين في تونس هتشوفوا حتى لقاءات في الفتره القادمه لان في وفد اعلامي تونسي هيبدا يوصل القاهره من بكره يمكن عايز اقول لكم الوفد الاعلامي التونسي بيقترب من حوالي من 60 الى 70 صحفي اذاعات مختلفه نقاد رياضيين وصحفيين واعلاميين هيكونوا موجودين في القاهره للتغطية الإعلامية لهذا اللقاء المرتقب يوم السبت المقبل ففي الأيام اللي جاية هيبقى في إيفنتات كتيرة هيبقى في أحداث مهمة جدا هيبقى الاستقبال على أعلى مستوى من طرف النادي الأهلي مع فريق الترجي التونسي هل الترجي التونسي هيبقى فيه اضافات على العناصر اللي موجوده في لقاء الاياب عن لقاء الذهاب؟ لا مش هتشوفوا اختلاف كتير نفس العناصر اللي لعبت لقاء الذهاب حتى بدكه البدلاء هي هي الراجل بيشتغل في 20 لعيب ما بيغيرش فيهم كتير المهم ان الاهلي باذن الله يكون في اتم الجاهزية لخوض لقاء العودة